نجم رانيا يوسف منوره الدنيا. فارق للمره المليون ببقى اسعد حد في الدنيا وانا بسجل معاك. ربنا يخليك. المماليك مبدئيا اكيد رمز الحاجه لان المسلسل مش تاريخي. فانتوا مماليك لايه في العمل ده؟ اللي اعرفه ان ده اسمه مؤقت. ما اعرفش المسلسل هيبقى اسمه ايه بعد كده. لو رسيو على المماليك لازم اسال السؤال ده لحازم. فانت لسه ما عندكش اجابه. ما عنديش اجابه لان انا لما سالت ليه المماليك قال لي ده اسمه مؤقت. مش عارفين لسه هيبقى اسمه. بشكل عام انت مملوكه لايه في الحياه؟ لا انا الحمد لله مش مملوكه لاي حاجه خالص. لا خالص. تمام. انك تكتبي وصيه تقولي فيها انا بتبرع باعضائي. مش كتير بيعملوا كده والناس حتى بتقول لك هو حرمه الموت ولا ما اعرفش ايه رغم ان ده ثواب ممتد يعني. فدي جرأة منك. كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. بس اللي شايفه حرمه ميت ما يعملهاش. اللي مش شايفه كده يعمل يعني. كل ربنا خلقنا احرار. صح. انت حر اختار اللي انت عايزه. طبعا. صح. تمام. انا شخصيا شايفاها انه منفعه لغيري بدل ما جسمي ياكل الدود. حد يستفيد بقرنيه، حد يستفيد بقلب، حد يستفيد برجل، بصباع، اللي انتوا عايزينه. يعني اي استفاده من اي حاجه تمام. طول ما انا هفيد. ما هي انا بالنسبه لي انا شايفاها ذكيه. طبعا. وشرعا على فكره معببه جدا. الله اعلم. ما تدخليش في القصه. لا انا بقول لك ما ليش دعوه شرعا ولا مش شرعا. مش قصتي دي. مش منطقتي. لكن انا بتكلم على فكري اللي قد كده. دماغي اللي قد كده. قد دماغ النمله. انا شايفه انه بدل حد ممكن يستفيد بحاجه يعيش بقلب. الله اعلم بما اني عايزه اللي عايز يتبرع باي حاجه يتبرع يعني. صح. دي حريه شخصيه. طبعا. عايز اتكلم معاكي عن النجمه طبعا دلال عبد العزيز وحزنك عليها. مش كتير نجوم بيعملوا ده. فانا عايز اعرف بس اكتر حاجه كنت حزينه فيها. كتير بيعملوا كده لما يبقوا قريبين من بعض. يعني لما يبقوا فعلا زمايل وقريبين من بعض ده بيحصل. يعني مدام ميرفت ومدام دلال ومدام رجاء الجداوي الله يرحمها كانوا ثلاثه قريبين من بعض. مدام ميرفت حزينه ما حدش بيسمع عنها حاجه. و لما يبقوا قريبين من بعض طبيعي هيحزنوا الحزن ده طبيعي. انا كنت قريبه منهم. مش شرط ان انا اقابلهم كتير علشان ابقى قريبه منهم. لكن انا ابتديت مع الاستاذ سمير غانم بدايتي معاه. اخر مسلسل مع مدام دلال عملته كنت معاها في لبنان. انا ودنيا وامي تربطنا صداقه على قد ما احنا ممكن ما نكونش بنشوف بعض كل يوم او كل فتره لكن احنا قريبين. روحنا قريبه من بعض. بحس انهم بناتي اخواتي الصغيرين. فاهم قصدي. فانا لما ده حصل حسيت ان انا قريبه قوي من العيله دي. فاخدت وقتي بس في الحزن شويه. بس يسرا برده كانت قريبه منهم قوي وكان تصرف برده الناس انتقدته بشكل غير طبيعي في نفس اليوم. ماليش دخل. ما تدخلنيش مع حد. انا ما اعرفش ظروفها ايه بصراحه. وكل واحد برده انا من الشخصيات اللي بدي اعذر للناس. هي برده لسه خارجه من وفاه والدتها. ممكن بتكون مش عايزه تتحط في موقف يرجع لها الحزن تاني. بتحاول تخرج من الحزن. يا جماعه احنا ما نعرفش ظروف الناس ايه. ما نعرفش نفسيات الناس فيها. انتوا طول الوقت الناس بتشوفنا من بره لكن ما حدش بيشوف الناس دي لما بتروح ويتقفل عليها الباب في بيتها تبقى عامله ازاي. ممكن تكون رايحه فرح. ايوه رايحه فرح عايزه تخرج من مود. نفسيتها تعبانه. مش عايزه تفتكر الم معين او حزن. هي حره. شايفه انه لما يطلع هاشتاج لصوره ليكي مع مدرب برشلونه ده كان نوع من التحرش بالهاشتاج اللي طلع ده؟ لا كان نوع من قله ادب. دي كانت قله ادب ومفهومه. يعني هم مجموعات معينه حاطيني في دماغهم. تمام. بس انا مبسوطه ان انا مضايقاهم. يعني دي ولعت فيهم. مش انا هم بيولعوا لوحدهم. ما بولعش في حد. هم مع نفسهم بيولعوا. تمام. بيولعوا مع اي نجاح ليا. مع اي حاجه لطيفه ليا. بيولعوا. بيولعوا. صح. خسارتك لقضيتك مع نزار الفارس الموضوع مضايقك؟ خسارتي؟ لا انا ما خسرتش القضيه. هو الكلام اللي اتقال ان هو الجزء او التعويض. انا ما اعرفش انتوا بتجيبوا الكلام ده منين. ده بيانات نزلت واخبار البيانات دي طالعه منين. انا ما اعرفش الحاجات دي انتوا بتجيبوها منين. في محامي نرجع له. لكن كل جريده وكل موقع بيتكلم مع نفسه. انا ما خسرتش قضيه مع نزار. ولسه الكلام ده ما بدري قوي عليه. لسه في جلسه يوم 23 وحاجات كتير قوي. وانا رافع عليه قواضي. يعني انا مش عارفه انتوا بتجيبوا الكلام ده منين. تمام. يعني النتيجه جايبنا من كنترول. ما عرفتوا يعني الموضوع اتصرف كده بقى غلط. يمكن ده ضغط اعلامي. انا على فكره انا لما بسمع وبقرا الحاجات دي بضحك. يعني بقول الناس دي بتجيب الكلام ده منين. تمام. عايز اتكلم معاكي عن اللعبه.
عملتي دور يجنن في اللعبه مكمله في اللعبه ثلاثه. هي انا العب اللعبه مره واحده الله عليك تلعب مرتين بقى خلاص بتطلعي وهتهربي. انا قلت هتنتقم. لا لا ما انتقمش من صحابي ابدا ابدا ابدا. تمام. عايز اعرف بقى بالجهاز الجديد كمان الفتره اللي جايه. بصور المماليك اهو دلوقتي وان شاء الله هستأنف شارع 9 وان شاء الله بعد الجونه باذن الله داخله في المين سينما باذن الله قريب. رقصه مع جوهره. يمكن الناس غارت لانك رقصتي احسن من جوهره. وغاروا من ايه لما شفتهم بيرقصوا حلو يقولوا ليه اتبسطوا؟ مثلا تجيلوا ليه يا جماعه؟ خليكم متفائلين، خليكم تحبوا الحياه كده وتشوفوا دايما الحاجه الحلوه، بلاش نشوف الجانب المظلم، شوف الجانب البرايت المضيء. شايفه الناس لما بتنتقدك بتحبك ولا بتغير منك ولا شايفاها ازاي؟ مين ده على ده على كوكتيل؟ يعني اللي بينتقد بيحب، وساعات في انتقاد بيبقى لطيف بيخلوني اخد بالي من حاجه معينه، وفي ناس بتغير، واللي عايز يعمل حاجه يعني اي مشاعر تطلع منكم تمام، ما عنديش مشكله. بنتك هترجع تمثل تاني؟ يعني طبعا عملت شغل حلو ورجعت ريحت كده، هتكمل ولا ايه الموضوع؟ لا دلوقتي في دراسه بقى وفي مدرسه وفي شهادات وفي فلوس بتتصرف على الدروس الخصوصيه، لازم طبعاً تركز بقى شويه. اكيد. عايزين نشكرك جدا وبجد شرفتينا. ميرسي. ربنا تسلمي. شكرا.